في موسم البرد يترقب عشاق الشتاء أوقات هطول الثلوج، وعندما تكتسي المرتفعات الجبلية الوشاح الأبيض يخرجون صغارا وكبارا لقضاء أوقات ممتعة في ظل الأجواء الشتوية وجمال المشاهد وسحر الزائر الأبيض. احنا جايين سفرة سياحية من محافظة بغداد إلى أقليم كردستان الحبيب أو شمال العراق الحبيب. اجينا من بغداد قاصدين المحافظات الشمالية وبالأخص محافظة السليمانية. جينا نشوف الأجواء الطبيعية، الطبيعة والأجواء أجواء الثلج زين، وبالمقابل هي أجواء ربيعية بفصل الصيف يعني. اي فاحنا قررنا يعني نجي بفصل الشتاء حتى نشوف الثلوج على الجبال ونزور الأقضية والنواحي اللي تابعة السليمانية اللي هي بيارة وطويلة، مناطق حلوة وأهلها طيبة ورحبوا بينا وأهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم إن شاء الله. وتشهد المرتفعات الجبلية لمنطقة هورامان السياحية في محافظة حلبشة توافد أعداد كبيرة من السياح القادمين من مدن إقليم كردستان والعراق مع أفراد العائلة أو المجامع السياحية. نحن شركة سياحية في السليمانية، جئنا مع السياح إلى هذه المنطقة الجبلية الرائعة من محبي الأجواء الشتوية والثلوج. بصورة عامة القطاع السياحي يمر بحالة من الركود في فصل الشتاء، ولكن مع هطول الثلوج يكثر طلب الزوار والسياح إلى المناطق الجبلية حيث الثلوج المتراكمة، والسياح من جميع الفئات العمرية ومن جميع شرائح المجتمع. نحن كجماعة أصدقاء وزملاء من معهد السليمانية التقني وكلار وحلبشة اجتمعنا معا ونظمنا هذه السفرة إلى منطقة هورامان لرؤية المشاهد الشتوية الجميلة والمدهشة ونقضي معا أوقاتا رائعة ونستمتع بالأجواء والثلوج والمناظر الطبيعية الخلابة، وأتمنى أن تسير الأمور على خير ولا أظن ذلك. وفي ظل الجمال الأخاذ والمشاهد الشتوية المدهشة التي تمنحها الثلوج للمرتفعات الجبلية، أصبحت السياحة الشتوية نمطا من السياحة التقليدية، وأصبحت المناطق الجبلية في موسم البرد والثلوج مقصد الزوار وساحة لكرنفال عشاق الثلوج لتزدهر معها وتنتعش السياحة الشتوية. لبرنامج نسمات زاغروس، أمير سليم، هورامان.